وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأطلقنا قبل أيام اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار ولإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة في مختلف العالم. هذه المبادرات تخلق قطاعات جديدة ومهارات جديدة ووظائف جديدة، وتساعد على إبقاء الأمل لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض. الحضور الكريم، تستمر دولة الإمارات في نهجها بمد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي، وفيما نستعد لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في مدينة دبي إكسبو خلال عام 2023، فإننا سنركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وكذلك على إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس للمناخ. وسنحرص على مشاركة واحتواء الجميع، بما في ذلك التمثيل المناسب للمرأة وإشراك الشباب من جميع أنحاء العالم وحشد طاقاتهم وتحفيز شغفهم الكبير لإيجاد حلول مستدامة. يسرنا أن نوجه دعوة مفتوحة إلى الجميع للتعاون في إيجاد حلول عملية تسهم في معالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام للبشرية في كل مكان. الأخوة والأخوات، أجدد الشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية، وأتمنى النجاح والتوفيق لجهودنا المشتركة، لأن مخاطر تغيير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء، ولأن مستقبل أولادنا وأحفادنا يعتمد على الخطوات التي نتخذها اليوم. وشكراً.